اتفضل يا ابني، انت مش غريب، ما تتكسفش، الكباني اخر الطرعة. اتفضل يا بركتنا. يما الناس يما يما كله بنفس، والندالة دي حالة عامة امتى نتحسن؟ ده اللي في يا لهوي يا والدي، انا مش فاهم ولا كلمة. يعني يا عصام في ايه؟ حرام عليك يا مجرم يا حيوان. انت بتحرم البيت ومع مين؟ عملت عمتي يا مولانا. انت ست يا عصام. يا اولاد بالراحه يا امير، بالراحه يا ابني. لا يا ابني حرام عليك، حرام عليك، جوازك تبرو زي اخوك. ده بعدين. الله يا حقير يا مدعي الايمان، يا مدعي الايمان. بس يا عصام مدعي الايمان، اخرج من بره بيتي يا قذر. انا هو يا ابن خالي. بس يا ابن الحق الحق عليك، حق حقك، قسما بالله لو عندي سيف وقفت عليك. اهدى بس، قسما بالله. بس بص في ايدك. بس ها يا عصام، عرفت بقى ان ابوك كان له حق وله نظره؟ انا مش مصدق اللي حصل يا والدي. سيف، سيف ده كان اكتر واحد ملتزم فينا، ده كان مثلي الاعلى وقدوتي. هتجنن والله، هتجنن. هل يكون ده كان كده؟ صدق انت اللي هتجنني. الله يخيبك يا دفو لنفسك، ده علم هياصة. افغانستان ايه وامريكتي ايه اللي عايزين يضربوها؟ عليا النعمة، العيال دي لو نزلت بكوس لها تتسحل. اعتذر يلا بنت عمتك، اعتذر، احمد ربنا انها جت على قد كده. انا اسف يا اليسا بوسي، وارجو انك تسامحيني وتقبل اعتذاري. ده أبشع موقف تعرضت له في حياتي. قول لي يا صاحبي، نويت على إيه؟ بصراحة مش عارف يا والدي، مش عارف أفكر وحاسس إني تايه. دي مش محتاجة تفكير، أنت لازم تقطع علاقتك بالعيال دي. يا شيخ عصام، يا شيخ عصام، أنا إذنكوا ثواني. تعجبيني يا بنت، أحبك وأنت شريفة. أوعك كده. ايه ده، الف سلام عليك. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. ادو معاك، ربنا يبارك لك يا رب. ده مين ده الاخر؟ يا واد بيعطف عليه. ياما كان نفسي الاقي حد يعطف علينا كمان. قربت قربت، هعطف. امتى؟ يا والدي الموضوع مش بالسهوله اللي انت متخيلها دي، وبعدين مش معنى ان في واحد فاسد يبقى كل الاخوه فاسدين. الله، وفرضنا سبتهم هنعيش منين؟ يا اخت بوسي، احنا مصاريفنا كتير، وانا عايش على الشهريه اللي بتجيلي من بره من الاخوه. يعني الموضوع بالنسبه لك سبوبه بقى وكده. الله يسامحك يا اخت بوسي، انا ما انكرش ان انا مش مقتنع بكل افكارهم، ولكن في جميع الحالات انا شخصيا ماشي في طريق الخير، مش عيب ان انا اتكسب من الدين. احنا في مكان نقاش دلوقتي، واجع عصام انا خدت قرار، وانا والمرسى بالعباس، والمرسى والعباس هنسيبك يا والدي. بس انا مفيش بس، واذا كان على الشغل خلاص، انت هتشتغل مع ابويا. اشتغل مع ابويا؟ اشتغل مع ايه بالظبط ان شاء الله؟ في الرسم. رسم؟ لا 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 يا والدي، مستحيل، واظن احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. بس ده رسم من نوع تاني. رسم من نوع تاني؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله. اوعي يا اخت بوسي يكون اللي في دماغي، اوعي وحزان. يا واد افهم بقى، انت ربنا اداك موهبه ميزك بيها، استغلها بقى. استغلها في ايه بس يا والدي؟ في النصر، في التزوير. ومين اللي قال انه تزوير؟ اسمه تقليد. تقليد؟ تقليد، امال ايه؟ صين يعني. يا والدي ارجوك ما تلخبطليش مفاهيمي، انا مش ناقص. طب بذمتك انت عصومه، الحاجات يا واد اللي انت بتتاجر فيها دي كلها اصلي يا حبيبي؟ يا حبيبي احنا بقينا في زمن ما بيفرقش ما بين الاصلي والمضروب،
ايوه يا اخويا وكله بقى مضروب. يا واد انا ما بقولش اي كلام، صدقني انا موهبتي دي ياما جابت خير لناس كتير. اسمع كلام ابوك. وانا نفسي انت تكمل المسيره واعلمك حاجات بمجهود. اسمع كلام ابوك. تعلمني ايه بس يا والدي بالظبط؟ العطاء. عطاء بلا حدود. اسمع كلام ابوك يا واد. يا واد يعني وانت مستكتر على ابوك يشوفك بطل؟ ما تسمع كلام ابوك يا واد. انت هتبقى ولا روبن هود. اسمع كلام ابوك. ابسط. اسمع بقى، طاعة الاب من طاعة الرب. اسمع كلام ابوك يا واد. انا عايزك تبقى احسن واحد في الدنيا. اسمع كلام ابوك. ابوس. اسمع كلام ابوك. اسمع كلام ابوك. مش قادر. من طلعة الشمس انت لازم تبقى انسان، واول حاجة تعملها تحلق دقنك. لا دعني، لا مش هحلق يا ولدي. تقلع اللبس اللي انت لابسه ده وتلبس اللبس اللي انا جايبه لك. لا عمر، والنبي عمر. فضلك اوعي ايدك. عشان الحكومة تشيل عينيها من عليك لازم سمعتك تبقى وسخه. انا يا ولدي سمعتي تبقى اللي انت بتقوله ده؟ اعوذ بالله. هو احنا سكنين بجد؟ ده تمويه يعني وكده. ايدك من فضل حضرتك يا اكتبوسي، انا مش مستاهل. بقول لك يا عصومه، انا عايزك بس تعديني الحته دي. الله يخليك. الله يخليك. وقبل ده كله تتعلم اصول الصنعه. صنعه؟ ايوه صنعه. غلابة كتير وجيرانك في المنطقة عصومة هيحتاجوا مساعدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. تمام. وبكلوة إيدك بقى زي البنك كده. كلوة إيدي؟ هو في كلوة إيدي دي اللي هتتشوي في جهنم؟ موظف غلبان وشقيان على عياله، عايزين نطلع له شهادة صحية يا أستاذ عصام. ست غلبانة عندها 70 سنة وحدانية، عايزين تعمل لها ورق تطلع بيه معاش. سواق نقل ومدوخينه في المرور، عايزين نطلع له رخصة. يا ولدي أنا مش مرور محرم بيه. أنا عندي كوم عيال. كوم عيال؟ سلطان 4 في 6. يلا مرات البواب. السباك اللي تحتنا. الفكهاني. جزار. البقال. ابن البواب. لا ده كتير، ده كتير. لا استغفر الله. طيب دلوقتي دول عملوا 1000 جنيه. معلش بقى يا عصومه حبيبي، انا هديك مياية بس عشان انا اصلا هعمل تحديد. خليهم يا والدي. والله انا ما عارف الفلوس دي حلال ولا حرام. قاعدين خربين الدنيا انتوا الجوز، وعاملين اللي فيها مسجلين خطر عشان في الاخر 1000 جنيه عومش. انا بس بجر رجله يا حمار. طب يلا قول له بقى. فانجي مستني. عصومة حبيبي، في الحقيقة يعني كان في شغلانة كده كنت محتاجك فيها بس مأجلها من فترة. حالات إنسانية يا والدي زي ما اتفقنا. أبوس إيدك. عصومة إحنا ما بنشتغلش غير في الإنساني. بص بقى يا واد، بنت عمتك الغلبانة دي مرمطوها عشان يودوها لأمها أطاليا. طلعوا عينيها عشان يدوها التأشيرة بتاعت أطاليا. عصومة تأشيرة إيطاليا اليومين دول اختلفت تماماً عن تأشيرة إيطاليا على أيامك يا والدي، لأن معظم الدول الكبيرة بقت تعمل احتياطاتها من كتر ما اتكررت عمليات التزوير بشكل كبير لا تتخيله. يعني صدقني العملية معقدة جداً. يعني هي جت على حظ أمنا وبركت. يا بنت استني يا بنت، إن شاء الله ربنا يسهلها. عصومة بس يجي يدوق شوربة الكوارع دي مع شوية العكاوي دول وهيبقى صاروخ زي أبوه. بلانينا. بقى عصومة. انت يا واد عرفت الحاجات دي ازاي؟ تعالى بقى. بصراحة يا والدي، والمرة دي هقولها لك صريحة يعني مش حلف ولا حضور، أنا كنت المسؤول الأول عن شبكة المعلومات والاتصالات في التنظيم، ومن واقع خبرتي بقول لحضرتك انسى. طيب كل يا واد. وأنا من واقع خبرتي بقول لحضرتك مش هنسى. شغلانتنا يا ابني مش رسم وتقليد وخلاص، لا شغلانتنا فكر. فكر؟ يعني تفكر وتخطط وكده. ايوه لازم تفكر ازاي تلاقي حلول وبدايل لاي حاجه تقف قصادك.
وتكون طريقة تفكيرك صعوبتها في سهولتها. إيه؟ صعوبتها في سهولتها يعني تدور على حلول وتفاصيل سهلة جدا واضحة جدا، بس عمرها ما خطرت على بال حد، وهو ده سبب صعوبتها. صعوبتها في سهولتها. بس يا والدي استنى، انا خلاص لقيت حل لمشكله التاشيره. احنا هنفتح لها حساب ب 1000 جنيه ونطلب جواب بالحساب اللي احنا فتحناه ده. هتفتحي الحساب بكام حضرتك؟ 1000 جنيه حضرتك. وبعدين نسكان جواب البنك ده ونروح جايين هنا على الخانه اللي فيها الرقم ونزود 3 صور، فال 1000 جنيه مصري تبقى بقدره قادر مليون جنيه مصري فقط لا غير. بس انت ازاي هتقلد الخط ده؟ صعب قوي. انا لا هقلد ولا في خط من اساسه يا والدي، التقليد ده كان على ايامك، دلوقتي كله بالكمبيوتر. هنكليك هنا وننقط 3 نقط. احنا لسه هننقط. يا اخت بوسي، يا اخت بوسي من فضلك سيبينا نركز، وهنروح عند الله حجه اراضي واطيان. يا ابن اللعيبه، وانت عايز تطلع لها تاشيره بشكل قانوني؟ صعوبتها في سهولتها. عصومه، عصومة حبيبي، في الحقيقة يعني أنت بتطبق أول درس اديتهولك بمنتهى السرعة. يا عم ارفع الطهطاوي مش وقته. طب أنا عايز أفهم، يعني هما هيطلعوا التأشيرة لأي حد كده بالسهولة دي يعني؟ واحدة عندها مليون جنيه وعندها أراضي وأطيان، مش هيدوا التأشيرة إزاي يا أخت بوسي؟ الله، أنا هبقى معاكي كلمة بكلمة ورد برد يا أنسة بوسي. أوعي سماعة البلوتوث تقع من ودنك، ها؟ شيلي إيدك، شيلي إيدك. في رعاية الله. ألف مبروك، ألف مبروك يا أخت بوسي، تقدري بقى تسافري وتشوفي عمتي وتبوسي لي إيدها كمان. عيب عليك يا واد، الباسبور ده هيفضل معايا أنا. يفضل معاك؟ يفضل معاك بتاع إيه بقى إن شاء الله؟ ألا دي جنني دي ولا إيه؟ أنت يا بنت مش كنت عايزة التأشيرة؟ أدينا جبناها لك خلاص، عايزة إيه بقى؟ غريبة أوي، دي غريبة أوي، لا إله إلا الله. سيب لنا بقى الباسبور، نسترزق بيه شوية ونرجعه لك على طول. نسترزق بيه؟ أنت ناوي تعمل بيه إيه تاني يا والدي؟ الباسبور ده عليه تأشيرته، يعني بحركة صغننة نقدر نسفر بيه 5 6 زبايد ونكسب قرش حسن. استغفر الله العظيم، أنا مش فاهم، باسبور واحد هتسفر بيه 5 6 زباين؟ طب إزاي؟ هفهمك يا سيدي، آدي الصفحة اللي فيها الصورة، إحنا هنفك الجيلاتيناية وهوب نغير الصورة وخلاص. وتسفر واحدة تانية بدلها؟ يا سيدي واحدة أو واحد مش فارقة. أنت ناسي إن بنت عمتك اسمها عصمت، يمشي حريمي ورجالي. يا حلاوة، واخدونا بقى بعد كده ألف فيه السندوتشات. سندوتشات إيه بس يا حمار؟ ما أنت في كل سفرية هيبقى لك فيها نسبة. طب وأنت تضمن منين بقى إن اللي هياخد الباسبور يسافر بيه هيرجعه تاني؟ قبل ما الزبون يسافر هجيب أبوه وأمه أوضيه على وصلة أمانة تقيل قوي عشان أضمن إن الباسبور يرجع. يا والدي انت عايز تقنعني ان اللي حضرتك بتقوله ده في الخير؟ اكم من غلابه غرقوا في البحر وهم عايزين يطلعوا من البلد بطرق غير شرعيه، مش دول بقى اولى ان احنا نطلعهم رسمي ونحابي عليهم؟ ها سخنت. تمام، خد يلا الابره دي بقى هنا كده عند الاسم واطلع لي بالجيلاتينه. يا سلام يا سلام، يلا بقى حط لي دي. طب الدنيا انا اشيل صورتي معايا لا تضيعوها. ده احنا غيرنا الصوره اللي على الباسبور، فكر لنا بقى يا حلو ازاي هنغير الصوره اللي على التأشيرة. تأشيرة عليها علامات مائية كتير، بس الصورة معليش.
بقى مكوت الأنصلة تنفع ولا مش هتنفع؟ كده بقى مش فاضل غير إننا نسكان الصورة ندخلها على الكمبيوتر نعمل لها شوية رطوش ونطبعها ونحطها مكان صورة التأشيرة. ها؟ إيه رأيكم؟ حلاوة عفارم عليك يا ابن الأنصل. معلش يا أم رانيا، ده وصل أمانة صغير بـ30 ألف جنيه هتمضي لنا عليه لغاية ما رانيا توصل بالسلامة وتبعت لنا الجواز بأي طريقة. يا خرابي، بقى عايز نمضي على وصل أمانة وبـ30 ألف جنيه؟ أنت عايز توديني في داهية ولا إيه؟ طب بص يا أم رانيا، أنا حمدي بدل حضرتك، بس وحياة رانيا، وحياة أبو رانيا، ما تجيبي سيرة لوالدي، اتفقنا؟ والنبي يا أختي، خلي رانيا تحطه في عينيها. بعد إذنك يا حاج ميمي، إمضي صغيرة على المبلغ البسيط ده. لا أنا ما أمضيش، أنا حلت حاجة عشان أمضي. خلاص خلاص، أنا حمضي لك أنا. صحية أغلى حاجة عندك، اوعى والدي ياخد خبر. ماشي. أنت يا زفت، يا خاي، يا هبل، يا عبيط، أربع جوازات سفر يسافروا وما يرجعوش عشان طيبتك وهبلك. أنا آسف يا والدي، هتصرف وهرجعهم لك والله. هترجعهم إزاي؟ اتفضل. هتصرف والله، حاضر هتصرف. ألو، أيوه يا أبو رانيا، ينفع كده اللي عملته معايا رانيا؟ أيوه يا أم أحمد، يا أم أحمد من فضلك خلي أحمد يبعت لي الباسبور، ما يصحش كده. أيوه يا حاج ميم، بالنسبة للباسبور ضاع منك؟ ضاع منك إزاي يا حاج ميمي؟ أعمل إيه أنا مع والدي دلوقتي؟ أعمل إيه أنا مع اللي بيجيب الزباين دلوقتي؟ هكلمك تاني يا حاج ميمي. أقول له إيه؟ أقول له ابني عبيط أهبل، ها؟ بيضيع الباسبورات بتاعت الناس؟ يا زفتي، يا زفتك السودا يا بوسي، ضيعت لي جواز السفر بتاعي. ما تخافيش يا أخت بوسي، أنا هفضل ورا أبو رانيا لغاية ما رانيا ترجع باسبورك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، يعني ضيعتهولي؟ يا رب أعمل إيه يا رب؟ أنا عارفة نفسي طول عمري فقرية. والله يا أخت بوسي ما كنت أقصد. ما كنتش تقصد يعني إيه؟ ده إحنا حتى ما لحقناش نعمل قرشين. حرام عليك، حرام عليك، يا ابني أنا مش عايز أتبهدل في آخر أيامي. والله ما عاش ولا كان اللي يبهدلك وأنا عايش يا والدي. ما تخافش، أنا هتصرف. بديهاش بقى، ضرورات تبيح المحظورات، سامحني يا رب. ها؟ شفت القصر يا والدي؟ ايه اللي وبهد يا علي؟ ايه رايك يا والدي؟ مذهل مش كده؟ يا خرابي، اللي مذهل ده شيب. اي خدمه. ولسه بقى يا والدي لما تعرف الحدوته اللي ورا القصر ده هتعرف انك خلفت راجل ان شاء الله. السلام عليكم يا شيخ عصام. ده الواد حسنين قريب امي، فاكرينه؟ حسنين قريب امي ده بقى ابوه كان حارس القصر اللي عاجبك ده. حكى لي ان القصر ده كان بتاع باشا من باشوات زمان بتوع الخمسينات. حلو قوي. مات الباشا ورثوه عياله، ولدين وبنت، طاهر وجمال الولدين، والبنت الاخت ناديه، اسمها ناديه. ناديه هجرت كندا من 30 سنه وما بتنزلش مصر خالص. يا حسره عليا. اما طاهر وجمال فعايشين في القاهره، حالتهم تصعب على الكافر. طاهر عنده مرض نادر يا ولده، محتاج مليون جنيه عشان يتعالج. مليون جنيه؟ عمل ايه بقى طاهر وجمال؟ وقعوا على مليونير لبناني اسمه ميشيل الصفتي. اسمه ميشيل ايه؟ الصفتي. وروه للقصر واقنعوه انه يشتريه. تفتكر يا والدي عرض عليهم كام؟ بدماغك كده كام؟ 20 مليون جنيه يا والدي، جنيه ينطح جنيه. واقنعوه انه ممكن يهد القصر ويستغل المساحه الهائله بتاعته دي في انه يقيم مركز تجاره عالمي. وعد فلوسك بقى يا ميشيل يا صفتي. يا ولادي، دي ولاد محظوظة. ولاد كانت هتبقى محظوظة يا والدي، لأن للأسف البيع وقفت. ما هم القر طبعاً. لا، من نادية. نادية أختهم اللي في كندا ما رضيتش تبيع. والمطلوب؟ إمضتها على عقد بيع عرفي لميشيل الصفتي عن نصيبها في القصر، تتحط جنب إمضة إخواتها الاتنين. معاك يا معلم، معاك يا ابن الأنصر. يا سلام على فخامة القصر يا جعصر. بسم الله ما شاء الله، حاجه تفرح. ربنا يبارك فيه لاصحابه ويشفي كل مريض يا رب. يا رب. بقول لك يا والدي، استنى عندك يا اخ عصام. يا مصيبتي. على فين؟ دي 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 حاجه ما تخصكش. وبعدين انت عايز مني ايه تاني يا اخ سيف؟ عايزك ترجع لصوابك، تترك طريق المعاصي وتبعد عن الراجل الفاجر ده.
من فضلك من فضلك يا اخ سيف ما تغلطش في والدي. والدك والدك اللي يحلق لك دقنك ويجرك معاه لطريق الفواحش والعياذ بالله، والدك اللي يعلمك التزوير وتقبل على نفسك المال الحرام. من فضلك اخر واحد يتكلم عن الفواحش انت، اخر واحد يتكلم عن الفواحش يا اخ سيف، ولا نسيت اللي عملته عندي في البيت؟ ها اخلع اخلع قناع على وشك ده ووري الاخوه اللي مستخبي ورا دقنك. انت تكلم الشيخ سيف بالطريقه دي؟ معذور، ابوه برضو اكيد ليه تاثير عليه. انت في غمه يا اخ عصام، وهان الاوان نشيل الغشاوه من على عينيك. خذوهم ولا مالك تاخدوا مين؟ راحت يا ابويا يا ابويا يا تاكسي يا ابوس بسرعه. اللهم اني مسني يا انت ارحم الراحمين. نار ايدي مولعه نار يا والدي. خد بس يا ابويا الحبه دي وانت تبقى كويس. يا صمد امسك المسك يا صمد. مش عارف ايه الحظ اللي احنا فيه ده. انا عارف ما حبكيتش يعني غير واحنا بنعمل العمليه السوق دي. الحمد لله. وايدك اليمين يا عصام. يا ابويا اكيد دلوقتي هيجيبوا حد يزور لهم العقل. يا والدي اولا ما تقولش يزور لهم، الشغلانه دي لا يمكن تطير من ايدينا لان نيتنا فيها في الخير. انا وعدت الراجل المريض واخوه ان احنا هنحلها لهم. يعني احنا بايدينا ايه نعمله يا عصام؟ في ايدينا حاجات كتير قوي يا والدي نعملها. يا عم ريح نفسك انت دلوقتي وسيبك من الكلام ده، مش وقته. لا وقته يا اخت بوسي. ايه ابويا هتحاول؟ لا 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 انسى انسى يا عصام، انسى حبيبي انسى. خلاص ايدي بقت تترعش. اسمع كلام ابنك يا والدي. يا والدي عشان خاطري احنا الفتره اللي جايه محتاجين لكل قرش، وبعدين وبعدين دي فرصه جايه لنا وفي الخير. ما قلتليش يا عصام هما كانوا هيدوا كام؟ 50,000 جنيه. اسمع كلام ابنك. 50,000 جنيه. يا اسف موافق. بص يا والدي، ده توكيل قديم كانت عاملاه ناديه لابنها يعني عليه امضتها، وده عقد البيع بتاع القصر اللي عايزين عليه امضه ناديه. عايزك تقعد كده بقى وتمخمخ وتركز في الامضه وتنقل الامضه من هنا لهنا، وانت عارف هتعمل ايه، ده انت القنصل. يا واد انا ما بقتش زي الاول. اسمع كلام ابنك. حجره يا قنصل، مش انت اللي قايل لي ده انا اعملها وانا بسقسق البقسومات في الشاي؟ ما تسمع كلام ابنك. اعوف ايه يا بت وانت معاهم معاهم عليهم عليهم. يا والدي يا والدي من فضلك، الجماعه مستنيين نسلمهم العقد. استلم الشيك. ايش هو؟ قربت قربت يا ولدي. بصي بس الشرطه دي، الشرطه دي لا 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 الكرف ده. اثبت على دي، اثبت على دي يا ولدي، اثبت على دي. شايف دي؟ عايزها هنا يا والدي ويبقى تم البيع بحمد الله. مع السلامة. حبيبتي مع ألف سلامة، ما تقلقيش. السلام عليكم يا والدي. عملت إيه؟ الشيك أهو يا والدي، بس هنصرفه بكرة إن شاء الله عشان النهاردة السبت. حبيب قلبي. ده عصام يا مجدي، كلمتك عنه كتير. وماله بالظبط يا ابويا؟ عنده يا ابني جلطه في المخ مأثره عليه، حالته صعبه قوي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.